السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تداول ناشطون على الفيسبوك فيديو لمئات المواطنين وهم يتابعون الكسوف الكلي والنادر للشمس، حيث تحول النهار إلى ليل في ظرف ثوان معدودات، هذا وحجب القمر الشمس تماما عن ملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا في كسوف كلي للشمس اليوم 8 أبريل 2024. وحذر خبراء في مجال صحة العيون إلى أن مجرد إلقاء نظرة خاطفة بالعين المجردة على كسوف الشمس يمكن أن يتسبب بفقدان الرؤية على نحو لا رجعة فيها. وفي سياق متصل، لا يمكن للمواطنين في دول إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا مشاهدة هذا الكسوف بأي حال من الأحوال، لأن الشمس تكون قد غربت.